9 استنيني شوي وعند دار عمي قعدنا شوي وجت الباص طلعنا بيه فيه حشكنا قعدنا بالمدرسة استنينا اعطونا طعمونا كل اعطونا رز وجا السيارة طلعتنا وصلنا على الجبل مشينا على الجبل الخطير وقفنا مشينا نص الطريق وصلنا على شو اسمه الحاجز وصلنا على الحاجز طلعنا على الطريق طلع نحن وعمي وهذا مشينا الطريق وما نسوان طلعوا من السيارات نحن مشينا على الطريق تعبنا وصلنا على الحاجز الثاني قعدنا غاد تحت السجار جنب بازات أخذونا ودونا لهنا هون.